شوف عصام، نولي الكلام اللي قلت معك في البدايه. لونتوراج والفريق كان شبيبه القبائل، اسم كبير على الساحه الافريقيه، عمره ولا لم يحدث له مثل ما حدث في هذا النهائي، حتى ياتي الرد من الكونفدراليه الافريقيه، وين يقول لك انت جيت تمثل الجزائر ام تمثل فريق. تسمى الامور ديجا من البدايه بدات بهذه الامور. انت رئيس فريق لما يصرح بهذه الاشياء ويفعلها، خاصه وانك انت تلعب نهائي تاع كاس افريقيا، ماشي شامبيون ولا كونفدراليه، وليس كاس الجزائر، تمثل الجزائر افريقيا. الرؤساء السابقين اللي جازوا، خاصه الرئيس محشيف حناشي اللي على مدى 20 سنه ما دارش هذه الامور ونال القاب، انت تجي في اخر المطاف تحب تفرض نفسك وتحب تفرض المنطقه تاعك، ولو انه منطقه القبائل معروفه والناس من بكري معروفين وشبيبه القبائل شبيبه الجزائر، وحتى هذه الامور ما تدخلهاش في الرياضه. رغم انه الشوط الثاني ربما كان انا قلت لك هذه الامور يعني لعب بتعداد ناقص، الى انه ربما عرف يسيطر على معركه الوسط. لا يعني ما نروحوش حنا البطاقه الفنيه، رانا نهضروا على قبل افون ماتش. انا نقول لك النهائي يلعب قبل بدايته، النهائي الاعصاب، نهائي تاع مورال، نهائي تركيز المقابله. المنتخب المغربي كان مركز في المقابله، والفريق الفريق المغربي الرجاء مركز في المقابله، والفريق شبيبه القبائل مركز مع الاقمصه، لا ما ديروش، لا نحيو. الامور هذو تتلعب عصام.